الأخو السلام عليكم، كيبان لي بأن القصارى ديالنا غادي تطول وتكون طويلة بزاف مع الفضايح ديال السياسيين ديال هاد البلاد الحبيبة، وحتى كنقولو تهنينا من صداعو، وخاصنا نقلبو الدفة شوية نغيرو الموضوع نحو قضايا أخرى حتى هي مهمة جدا، ولكن للأسف ضروري مؤكد ما نطيح في شي مقيلة جديدة زعما شي فضيحة أخرى من الفضايح ديال السياسيين هادوك اللي حاكمين البلاد ديالنا وكيحكموا الشعب وكيموتوا على الكرسي وحالفين بحلوفهم ما يتفكوش مع المناصب ديال المسؤوليه حتى يوقف عليهم ملك الموت. هذا حال شحال من واحد في هذه البلاد السعيده، وهذا الشيء علاش باقيين حنا هنا في المغرب. اللور اللور والله ما عمر بابانا نزيدوا نتقدموا، من حدد نماذج البشريه مازال كتحكمنا بالعقليه ديال الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي. اليوم جيتكم بالجديد بلا شك في خباركم بأن ياسر الراضي الابن ديال دريس الراضي اللي كان تعرى في البرلمان شحال هذا وقال لهم أنا نقي كرشي خاوية وما فيهاش العجينة. هذا السيد يعني ولده كانت المحكمة الإدارية كيف كتعرفوا عزلاته مؤخرا يعني حيداته من رئاسة المجلس البلدي ديال مدينة سيدي سليمان، وهرسات آخر المعاقل ديال آل الراضي في السياسة من بعد الوفاة ديال شيخ البرلمانيين عبد الواحد الله يرحمه والله يغفر ليه. الان ولد الراضي قال لهم ما سرقتش ما نهبتش علاش تديني تحيدني المحكمه، انا بريء وغادي نطعن في هذا الحكم ديالها. ولكن المشكله الكبرى ان الحمله الانتخابيه بدات هذه الايام وغادي تعين رئيس جديد بلا شك او رئيسه، وما يجي فين يتقبل ليه الملف ديالو حتى يكون اللي عطى الله عطاه. انتخاب رئيس جديد غادي يشد بلاصته من جديد، وربما ما يصدر الحكم ديال ولد الراضي حتى يكون كمل الولايه ديالو هذا الرئيس الجديد وغمس حتى هو مزيان بيديه ورجليه، خصوصا وان هذه الحمله الجديده وبدات غير بالفضايح. وسمعت شخصيا شي اخبار كتهضر على تهريب مجموعه من الاعضاء، شي واحد هزهم وداهم لواحد الفيرمه ديالو في نواحي كازا وخشاهم تما حتى يوصل النهار ديال التصويت عادي يجيبهم باش يصوتوا على ولي النعمه ديالو مول الفيرما اللي على بالكم اللي باغي يطلع. ما خاصهمش يبقاو في المدينه ديال مدينه سيدي سليمان. سيدي سليمان الا بقاو تما فيها يقدر يجي شي واحد مرشكرة اخر كشرى منه صحيح عليه يطمعهم مزيان، وهاد الناس بلا شك غاديين يغضروا بمول الفيلا ياكلوا مع الديب ويبكيوا مع السرح. هذا هو حال وهكذا كيديروا السياسيين الفاسدين في كل انتخابات كتعرفها البلاد ديالنا. ولد الراضي الان اللي كيبكي بالدموع على فقدان الكرسي عنده بزاف ديال العديان حسب ما عرفت كلهم شلابيه كبار حتى هما باش نكون واضح وصريح معكم، كيضربوا غير على راسهم وكينشوا غير على كوالتهم فقط. هاد السيد نشروا ليه تسجيل صوتي كيبين كيفاش وصل وطلع للرئاسه ديال المجلس البلدي وكيفاش كان كيجمع الناس باش يجيبهم لصفو. هادو كيتسماو الناخبين الكبار للمعلومه فقط، يعني الاعضاء اللي طلعوا معاه في الانتخابات كتكون عندهم الجميله ديالهم صحيحه، وماشي بحال الناخبين الصغار اموالين الزرقالاف اللي كتعرفوهم كلكم، هذوك بوحدهم لا علاقه لهم مع هذا. ولد ادريس الراضي كيف غادي نسمعوا كيعيط لشي واحد من هاد الناخبين الكبار وكيقول ليه غادي تمشي معايا ديرني ولدك ما يكون الا خاطرك اللي طلبتيها غادي تاخذها ارحم بك الا ما ديرني بحال ولدك. المهم شي حساب في تيك توك هو اللي نشر هذا العجب، ها هو نسمعوه لكل غايه مفيده. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. سي الشنتوف. نعم سيدي. لاباس الحاج. الله يبارك فيك. هذا ياسين الراضي. نعم. هذا ياسين الراضي الحاج، لا ياسين الراضي. شنو خويا ياسين بخير لاباس عليك؟ كلشي مزيان. الله يحفظك لك الصحة ونعمر. واخويا اش غادي نقول لك اخويا الا مشيتي تلتحقتي بينا راه عمرنا نسالك هذا الخير اخويا. راه عمرنا نساوك هذا الخير. نعم خويا لك. راه عمري نسالك هذا الخير. نعم. رانا ديرني بحال ولدك، رانا والله العلي العظيم اقسم بالله ثم اقسم بالله العلي العظيم والله بيناتنا. نعم. اقسم بالله العلي العظيم ما كاين العلي اللي تخسر لك خاطر. اللي بغيتي ما تخسر لكش خاطر، خذ انت الخليفه الاول. واللي بغيتي والله ما نخسر لك خاطر. والله ما نخسر لك خاطر وديرني بحال ولدك. كانوا اسمع وقال راه كنعرف غيغلطوك عليا غادي يقولوا لك السيد وكذا اقسم بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. الحاج الشنتوف انا دابا نعطيك كلمه وداك الشيء وصافي اخويا مشى هذاك الشيء والله ما بغيتش. اقسم بالله العلي العظيم والله شاهد عليا. اقسم بالله العظيم
اقسم بالله ثم اقسم بالله العلي العظيم الى الحاجه اللي تبغي فيا تلقاها فيا. الرجل هو عمره كنضرب في كلمتي اقسم بالله. عارف انا اللي تنطلب منك هو ديرني بحال ولدك. اودي عبد الصمد عليك اودي كلشي عليك بانك مزيان نمشي. اقسم بالله الحاج راه مغلطين. اخويا عرفتي كيفاش؟ حاب جيتي شويه معطل صافي اخويا انا قلت له عبد الصمد هذيك النهار. ودابا انا كنطلب منك ما تقولش لي معطل انا كنطلب منك انا ولدك دابا كنطلبك ما تخويش بيا. لا حشام راه دابا شوف انا غير باش نوضعك الصوره راه دوك راه دوك الناس العداله والتنميه راه عمرهم ما يتفقوا مع الحمد لله. الحمد لله انا تنعرف الخصال ديالو راه غدا غدا غيقلب عليهم وغادي يدير لكم شي حاجه راه ما تيقولش ذاك السيد. راه دابا انا غنعاود لك واحد القصه وديك الساعه قرر راسك. راه هذاك السيد كان صديق ديالي وكان كان الحاج وكان بحال خويا والحاج كان بحال وعبد وعبد يد الحاج واخا دار فيه الخير بزاف وعبد يد الحاج وهذاك السيد راه ما تيقولش فيه. هذه نصيحتي اقسم بالله ما غادي يخليكم داك الشيء مزيان حتى غيدور عليكم وغيدير لكم شي حاجه تقسمكم بالله. راه واحد القضيه اللي وصلت عليها وانت انت راك كبر مني في السن راه ولد العم وانا عمرك تنتظر مني شي حاجه خايبه وعمرك تسمع مني حاجه اللي تضرك قسما بالله ثم قسما بالله. هذاك السيد دار الشر في الناس تكرفت على الناس تيعير الناس. لا ما فهمتش انا علاش فضلتوه عليا. انا ما فهمتش عليك ولا عمري درت لكم شي عيب. لا حاشا الله خويا دابا انت بحال ولدنا خويا لازم ما عرفتش انا علاش فضلتوه. عادي حبيت شويه نعطل وصافي واخا معطل انا ولدك. ما عرفنا دابا كنا اتفقنا وقلت شي خويا فهمت الحاج دابا كي غدير فما كاينش الحال اخويا فهمت الحاج اخويا انا تنطلبك دابا انا تنطلبك انا تنطلبك. عرفت اخويا انا والله خويا ما خسرتش حاجه ولكن غلط دابا ما فيهاش زعما والو. نشوف اخويا لا زيد الله. والحاجه راه تنطلبك راه خصك تلتحق الا تعطلتي اليوم بالليل. انا حنا حنا الحمد لله مسودين حنا تنقول لك عرفت اخويا ياسين عرفت راه انت على راه حتى التحقتي بينا انت غتسخن كتافنا. عرفت اخويا راه حنا مسودين اقسم بالله الرئاسه غتكون عندنا تنحبك بالله وحنا بغينا تنساو لانه ما نكذبش عليك واخا واخا يعيو ما يهضروا فيك انت انا عارفك انت راجل مزيان. لا ما كاينش فيها شي لعبه والعزيز نجد يشكرك والاخوه اللي معنا كاملين تيشكروك تيقول الله كاين الله كاين ماشي داك الشيء. الله يعطيك السر الا ما شوف ما تخليش ولاد الحرام يتسلوا علينا ويضحكوا علينا. لا حاشا انا تنروح بك الحاج انا تبغى تنروح بك. عرفت اخويا ياسين عرفت الله يتعرف جرب ربي يحفظك. والله شوف الا عندك شي وليدات الله يشد لك فيهم ما تخلي مشاكل. امين يا رب العالمين. يعني شنو يشدك فيهم؟ انا نشوفك خويا ياسين انا نشوفك. واش غتعيط لي بالليل وما تعيط لياش؟ نقدر نغوتك خويا واش ما نغوتكش؟ وبالليل عيط لي، انا اسمع راه والله حتى غنهضر على العداله والتنميه وغتفرق هادشي كلشي غيتفرق عقل. عقلتي دابا والله راه ثق بيا راه غيحط الترشيح ديالو غيقرب لكم داكشي كله. عرفت خويا راه عندك شوف راه عندك باش يكتبوا دابا اربعه الاحزاب ماشي معايا راه عندك الناس العداله والتنميه وانتوما وما دوك الفئات دوك ديال الحركه راه كلهم ولاد الحرام والله تيهضروا عليكم. عرفت اخويا راه والله حتى يهضروا عليكم هذوك حراميين هذوك واخا راه عندك الفئات وعندك الحمداني الدراري ديالو يهضروا عليكم راه ولاد الحرام. راه بغينا انت بغينا تحت بغيناك انت بوحدك. عرفت اخويا ياسين عرفت بغيناك انت بوحدك تحت اول مره حتى ما تخسر لك شويه بغيتي ما تخسرش. الله يحفظك اخويا ياسين. راه شوف راه هذوك هذوك الناس راه تسلم عليك. عرفت اخويا الله يحفظك الا ما تحت بينا. الله يحفظك اخويا ياسين انا نشوف اخويا ياسين. واش تعيط لي انت واش تنسى تعيط لي؟ اليوم نغوت ان شاء الله. يلا يلا يلا. كيف سمعتوا الاخوه الكرام هذه من الوسائل التقليديه والبدائيه اللي كيستعملوها واحد المجموعه من المترشحين للانتخابات في محاوله استماله واستدراج واغراء الناس اللي غادي يصوتوا عليهم من الناخبين الكبار. غير السؤال اللي عندي انا هنا هو واش هذا الحاج اللي كان كيتكلم معاه ياسر الراضي ابن عبد عفوا ليس عبد ابن ادريس الراضي واش بدل الدفه ومشى معاه هو ام ماذا؟ ام انه بقى متشبت بالشخص الاول اللي اعطاه الكلمه والوعد؟ هذا مجرد سؤال والله اعلم. تحياتي العطيره لكم جميعا والى موضوع اخر باذن المولى عز وجل.